السلام عليكم ورحمة الله. في هذه المحاضرة الثالثة سوف نتطرق لجزء من أهم الأشياء الموجودة في مقرر الاقتصاد الجزئي، واللي هو كلنا بنستخدمه وبنعاني منه وبنستفيد منه كذلك. هنتحدث عن قوة السوق اللي هي العرض والطلب، أو بالتحديد أساسيات الطلب والعرض. هناخد الأشياء الأساسية، وبنبه في بداية المحاضرة الثالثة أنه أنا التسلسل قد يختلف عن الشيء الموجود مثلا في المذكرة، ولكن هي نفس المادة العلمية الموجودة رتبناها بشكل يسهل عملية استيعابها. ففي هذه المحاضرة الثالثة هنتحدث عن أساسيات الطلب والعرض، وهنخص هذه المحاضرة بالتحديد بدراسة الطلب و الطلب والعرض. زي ما قلنا يعني من الأشياء المهمة، المعرفة مهمة جدا، وهي من المفاهيم الرئيسية والأساسية خاصة في عملية التحليل الاقتصادي الجزئي خاصة، وهي مهمة جدا في نظرية الأسعار. ونحن عارفين إنه أي سوق بيتكون من جانبين، جانب الطلب وهم ديل المشترين، وجانب العرض وديل البائعين. الاثنين مع بعض هم بيمثلوا قوة السوق أو القوى المحركة للسوق، وهم اللي بيحددوا أسعار السلع والخدمات بافتراض أن السوق هو سوق يعني بدون أي تدخل، وهو سوق يعني منافسة تامة. حنين نشرح مقصود إيه بالمنافسة التامة. يبقى خلينا نشوف، نبدأ بجانب الطلب. هنشوف النظرية العامة للطلب أو الأساسيات الطلب. الطلب زي ما قلنا هو من الأدوات المهمة والرئيسية في تحليل السوق. والطلب يعني بنبدأ أولا بمفهوم الطلب الفرد، واللي هو نحن بنقصد طلب الوحدة الاقتصادية سواء كان الشخص أو عائلة. ومن بعد هننتقل لطلب السوق، واللي هو بيعني مجموع طلب الأفراد أو العوائل الكامل. فيبقى عندنا مفهومين، مفهوم ضيق هو طلب الوحدة الاقتصادية فرد أو أسرة، ومفهوم أوسع هو طلب الطلب السوقي. طيب ما هو الطلب؟ الطلب كميات مختلفة من السلعة التي يكون أو تكون الوحدة الاقتصادية مستعدة وقادرة على شرائها عند الأسعار المختلفة لهذه السلعة أو الخدمة خلال فترة زمنية معينة مع بقاء العوامل الأخرى ثابت، ودي عملية التجريد اللي ذكرناها. طيب يبقى إمتى بيكون أنت طالب لسلع معينة؟ إذا كنت مستعد وقادر على شرائها. الاستعداد هنا يا جماعة فيه جانب نفسي، واللي هو بيمثل الرغبة، بمعنى أنه عندك رغبة أنك تشتري السلعة معينة. عشان كده يمكن مباشرة نقول هي كميات مختلفة من السلعة لتكون الوحدة الاقتصادية راغبة وقادرة على شرائها، وافتكر كده أفضل. راغبة بمعنى أنه عنده رغبة أنها تشتريها، ولكن الرغبة لحالة ما أنت لا تعتبر راغب. أنت قد تكون راغب في سيارة معينة، وبالتالي ما يعتبر أنك يعني تطلب هذه السيارة ما لم يخترم مع الرغبة قدرة على شرائها. فبالتالي الرغبة والقدرة هم بمثلا طلب. والرغبة والقدرة يا جماعة بيتأتن أو ممكن نقيس عند مستوى أسعار معين، بمعنى أنت قد تكون قادر على شرائها إذا كان سعرها 10 ريال، وغير قادر على شرائها إذا كان سعرها 20. يبقى نحن ما بنطلق الكلام بصورة غير ما مغيدة، بنقول مستعد وقادر فقط، لا، بنقول مستعد وقادر على شراء عند مستوى معين من الأسعار، وأكيد يعني خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي الرغب الطلب هو عبارة عن رغبة وقدرة على شراء سلعة عند مستوى سعر معين وفي زمن معين. ده تعريف شامل يعتبر للطلب. تعرف طيب الطلب يعني في بعض الملاحظات بتوضح تعريفنا له بصورة أكبر. الطلب يقاس بالكمية وليس بالقيمة، نحن بنقيس كمية الطلب.
الطلب لابد يكون في استعداد للشراء، واستعداد الشراء بتأثر فيه عوامل كثيرة جدا، أهمها الرغبة أكيد، أو يعني العوامل دي كلها ممكن تنعكس في الرغبة. يشترط توفر القدرة على الشراء أكيد. التعريف أيضا ركز على أنه في سعر معين وفي بعد زمني معين، ودي من الأشياء المهمة الخمسة نقاط ذكرناها. طيب الطلب يا جماعة نحن ربطناه بمستوى سعري معين، وبالتالي يتضح لنا أنه أهم عامل بيأثر على الطلب هو السعر، وبالتالي العلاقة بين الطلب والسعر يا جماعة هي زي ما احنا نعرف اسمها قانون الطلب، أو أنه هي عكسية يسمى قانون الطلب. العلاقة بين السعر والطلب يا جماعة ممكن نعبر عنها بيانيا، وده بنسميه منحنى الطلب، وممكن نعبر عنها رقميا، وده بنسميه جدول الطلب، وممكن نعبر عنها رياضيا، وده بنسميه دالة الطلب. وبالتالي الآن حندرس منحنى الطلب وجدول الطلب ودالة الطلب. جدول الطلب بيوضح العلاقة بين السعر والكمية، وأكيد بيوضح إنه هي علاقة عكسية، بمعنى إنه السعر بي كان 3، الكمية المطلوبة كيو دي 30، السعر زاد لي 6، الكمية المطلوبة نقصت لي 24، ودي أرقام افتراضية، ده مثال فقط. فبيوضح لنا اتجاه العلاقة، واضح إنه العلاقة عكسية بين السعر والكمية، كل ما زاد السعر كل ما قلت الكمية، والعكس صحيح. يبقى العلاقة العكسية بين السعر والكمية لما نعبر عنها رقميا بنسميه جدول الطلب. أما إذا أخذنا جدول الطلب وبيناه بيانيا أو وضحناه بيانيا بحيث أنه في المحور الرأسي سعر السلعة والمحور وفق الكمية المطلوبة أو العكس حتى، أي تمثيل بياني بيتحصل على منحنى الطلب، ويبقى منحنى الطلب واللي هو نحن عاملينه خط مستقيم لكن عادة بيكون في شكل منحنى. منحنى الطلب لازم يكون سالب الميل بوضعه الحالي عشان يوضح العلاقة العكسية ما بين الكمية المطلوبة وبين السعر. سالب الميل بمعنى انه ينحدر من الاعلى للاسفل، ويعني من اليسار لليمين، من اعلى اليسار لاسفل لليمين، ده بيعتبر سالب الميل، وبوضعه ده بيفسر لنا او بيوضح لنا العلاقة العكسية بين السعر وبين الكمية المطلوبة. وبالتالي ده تعبير بياني عن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة. طبعا هنا أكيد مقصود سعر السلعة، يبقى الديمان كيرف أو منحنى الطلب عبارة عن تمثيل بياني لجدول الطلب، وهو يوضح العلاقة العكسية ما بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها. طيب قبل ما نمشي لدالة الطلب خلينا نتحدث قليلا عن العوامل الأساسية المحددة للطلب. وطبعا أكيد يا جماعة قلنا أهم عامل هو سعر السلعة نفسها، ووضحنا إنه العلاقة عكسية بين سعر السلعة وبين الكمية المطلوبة. عكسية بمعنى إنه إذا ارتفع السعر بتنخفض الكمية المطلوبة، والعكس صحيح. خلينا أولا قبل ما نسمي هذه العلاقة، خلينا أولا نشوف ليه إذا ارتفع السعر تنخفض الكمية المطلوبة. لأن يا جماعة إذا ارتفع السعر ده بيؤدي إلى إنه المستهلك يعني يعزف عن السلعة المعينة، أو إنه السلعة تصبح أقل جاذبية مقارنة بالسلعة الأخرى. يقول لك ليه أنا أشتري هذه السلعة ب 12 ريال ما أشتري في سلعة تانية ب 8 ريال وتغطي نفسها، يبقى بقت هي أقل جاذبية مقارنة بسلعة أخرى. طيب السبب الثاني البيئة يعني يجي خلف عكسية العلاقة أو يبرر خلفية العلاقة عكسية العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، إنه ارتفاع السعر بيؤدي لتقليل إمكانية المستهلك الشرائية. نحن عارفين دخل المستهلك ثابت، إذا ارتفع السعر هيقلل إمكانية المستهلك الشرائية، بمعنى إذا أنت دخلك 1000 ريال مثلا، 1000 ريال كان ممكن تشتري لك 10 وحدات من سلعة إذا كان سعرها 10 ريال، أو ممكن تشتري لك 100 وحدة من سلعة إذا كان سعرها 10 ريال. طيب إذا زاد السعر ل 20
أكيد هي فقط حتشتري لك 50 وحدة، وبالتالي القوة الشرائية للدخل انخفض. وده يا جماعة السببين ديل بيبرر انخفاض الكمية المطلوبة كنتاج لارتفاع سعر السلع. العلاقة بين سعر السلعة والكمية المطلوبة بنسميها قانون الطلب. قانون الطلب يا جماعة بيوضح العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة، بمعنى انه يعني كل ما زاد السعر قل الطلب والعكس صحيح. ووضح انه العلاقة دي غير منتظمة، بمعنى انه زيادة السعر مثلا بالضعف ما بتتطلب انه الطلب يقل للضعف، لا، او للنصف، لا، فهي بعلاقة غير منتظمة. طيب ايضا من العوامل المؤثرة دخل المستهلك، واللي هو العامل الثاني افتكر، دخل المستهلك والعلاقة طردية بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة، بمعنى انه كل ما زاد دخل المستهلك كل ما زادت الكمية المطلوبة، بيبقى العلاقة عكسية بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة. والعلاقة يا جماعة نحن بنقول علاقة طردية ولا عكسية، طبعا علاقة طردية بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة، ونحن بنقول انه العلاقة طردية والعلاقة ايجابية بافتراض انه السلعة عادية، لان السلعة العادية هي السلعة التي يزيد الطلب عليها بزيادة الدخل. عندنا انواع اخرى، السلعة الردية لما يزيد الدخل بيقل الطلب عليه، ولكن نحن هنا بنشتغل بافتراض انه بنتحدث عن السلع العادية. طيب العامل الثالث هو أسعار السلع البديلة. أسعار السلع البديلة والعلاقة طردية بين الكمية المطلوبة من سلعة وخدمة وسعر السلعة البديلة لها. سلع بديلة زي إيه؟ سلع بديلة زي الشاي والقهوة مثلا. ممكن السلعة البديلة هي السلعة التي ممكن نستعيد بسلعة مكان سلعة أخرى، يبقى دي البدائل أو بديلة. فبالتالي إذا زاد سعر القهوة يا جماعة الناس حيطلبوا الشاي أكثر، عشان كده العلاقة طردية بين سعر القهوة والشاي. كذلك اللحم والدجاج، اللحوم البيضاء والحمراء، إذا زاد مثلا سعر اللحوم الحمراء الناس حيتجهوا للدجاج والأسماك وما شابه، وبالتالي الطلب عليها حيزيد. فبالتالي يا جماعة إنه العلاقة طردية إذا كانت السلعة بديلة. أما إذا كانت السلعة مكملة، وده العامل الرابع، فإنه العلاقة عكسية. العلاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة وأسعار السلعة المكملة لها. سلعة مكملة بمعنى إنه لازم نستهلكهم مع بعض ونضع بعض، مثلا زي السكر والشاي، السيارة والبنزين، كمبيوتر وطابعة، زي الكاميرا والفيلم وهكذا. وبالتالي مثلا ارتفعت أسعار الأفلام، ده حيؤدي لأنه حيقل الطلب على الكاميرا، وبالتالي العلاقة عكسية ما بين أسعار الأفلام والكمية المطلوبة من الكاميرات. فيبقى إذا كانت أسعار السلع المكملة، أو إذا كانت السلعة مكملة، فإن سعرها يرتبط بصورة عكسية أو بعلاقة عكسية مع الكمية المطلوبة من السلعة المعينة. كذلك عندنا ذوق المستهلك. والذوق يا جماعة بصورة عامة يعني الذوق لما يكون in favor أو يعني في صالح السلع، العلاقة أكيد إيجابية، وقد يكون العكس صحيح، بمعنى إنه كل ما زاد تفضيل المستهلك للسلعة حيطلب منها أكثر، يبقى تفضيلات المستهلك بترتبط عكس طرديا أكيد مع الكمية المطلوبة من السلعة. وتفضيلات المستهلك يا جماعة بتتأثر أكيد بالدعاية وبالإعلان وبالمحاكاة وبأشياء كثيرة، ودي يمكن بعض 5 عوامل بتأثر على ذوق المستهلك. وفي العوامل الأخرى، في كثير من العوامل الأخرى بتأثر، ولكن دي تظل العوامل الأهم. طيب نجي لطريقة التعبير الثالث، التعبير الرياضي عن قانون الطلب أو عن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة، واللي هي بنسميها دالة الطلب. والدالة يا جماعة هي العلاقة، يبقى دالة الطلب هي بتوضح العلاقة اللي بتربط بين الكمية المطلوبة من سلعة والعوامل المؤثرة عليها. والعوامل اللي احنا ذكرناها قلنا الكمية المطلوبة بنرمز ليها بكيو، سعر السلعة ببي، دخل المستهلك بام،
أسعار السلعة البديلة بي إس، أسعار السلعة المكملة بي سي، زوج المستهلك تي. وبالتالي عندنا الشكل الرياضي للدالة كيو دي اف اف بمعنى فانكشن اللي هي دالة، يبقى كيو دي الكمية المطلوبة هي دالة في العوامل المذكورة. ده اسمه الشكل الرياضي العام أو الصيغة الرياضية العامة لدالة الطلب. بنلاحظ انه الكمية المطلوبة في الحالة دي هي بنسميها متغير تابع، لانه سلوكه أو حركته بتتبع المتغيرات الأخرى، والمتغيرات الأخرى بنسميها العلاقة، بنسميها المتغيرات المستقلة، هي متغيرات مستقلة اللي هي محددات الطلب اللي احنا ذكرناه. وأساسا بين يعني دالة الطلب بتعبر عن علاقة سببية بين الكميات المطلوبة والعوامل الأخرى، أو بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. المتغيرات المستقلة ممكن تقسيمها لنوعين، نوع بيسمى معامل حركي واللي هو ده السعر، ونوع يسمى معاملات انتقالية، ودي بقية العوامل. هنشوف انه السعر بيسبب تحرك، عشان كده سميناه حركي، على منحنى الطلب، بينما بقية العوامل بيسبب انتقال منحنى الطلب. وبالتالي اذا نحن ركزنا في العلاقة بين الكمية المطلوبة، إذا ركزنا في العلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة وسعر السلعة سن هو العامل المستغل الأهم، في الحالة دي هنتحصل على صيغة عامة مختصرة للدالة، لأنه الكمية المطلوبة دالة في السعر، ولكن قد لا نستفيد كثيرا من هذه الدالة العامة أو الصيغة العامة. لابد أنه نضع هذه الصيغة أو الدالة في شكل جبري أو بصورة جبرية، واللي هي يعني بتاخذ شكل الواضح امامنا، كيو دي يساوي A ماينس B B، A و B ثوابت ياخذن قيم معينة، الكمية المطلوبة من السلعة بتحتمد. وهنا يا جماعة بتوضح لنا كثير من الأشياء، هذه العلاقة الجبرية بتوضح انه الكمية المطلوبة من السلعة بتحتمد على سعر السلعة، وانه العلاقة عكسية لانه الإشارة سالب او العلامة سالب، وإنه كل ما تغير سعر السلعة بمقدار واحد الكمية المطلوبة بتتغير بمقدار بي، يبقى بي بتقيس لي مقدار التغير في الكمية المطلوبة إذا تغير السعر بوحدة واحدة، واللي هي بتمثل الميل لمنحنى الطلب. طيب، عايزين نفرق فيما تبقى من المحاضرة في التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة. والتغير في الطلب والكمية المطلوبة يا جماعة نحن ممكن نفرق بينات بالسبب وبالتعبير، بمعنى انه اذا اختلف او اذا تغير واحد من العوامل الاخرى غير سعر السلعة بنقول يتغير الطلب، يبقى تغير الطلب بينتج عن تغير في واحد من المتغيرات سميناه معاملات انتقالية، اللي هي كل العوامل بتأثر على الطلب ما عدا سعر السلعة. أي عامل غير سعر السلعة نفسها يؤدي لتغيير الطلب، وبنعبر عنه في الشكل ده واضح، بنعبر عنه بانتقال المنحنى، واللي هو مكتوب تغيير في الكمية المطلوبة، ما صحيح، ما التغير في الطلب، هو يبقى هنا تغير في الطلب وليس تغير في الكمية المطلوبة. المنحنى بينتقل نتيجة لتغير الدخل أو أي واحد من العوامل الأخرى. هنا أوضح أثر تغير عوامل أخرى على الطلب، وبالتالي إذا تغير واحدة عوامل أخرى منحنى الطلب بينتقل لليمين أو اليسار. أما إذا تغير سعر السلعة نفسها بنقول تغيرت الكمية المطلوبة، وبنعبر عنه بتحرك على المنحنى، لأنه السعر هو عامل حركي أو معامل حركي. يبقى التغير في الكمية المطلوبة هنا صحيح بسبب تغير السعر، يبقى انتقلنا من A ل B، ما انتقل المنحنى، لا، إن إحنا اتحركنا على منحنى الطلب. بالتالي التغير في الكمية المطلوبة بينتج نتيجة لتغير في سعر السلعة نفسها، بنعبر عنه بتحرك على المنحنى. أما التغير في الطلب فينتج عن تغير في عامل آخر غير السعر، وينتج عنه انتقال المنحنى سواء لليمين أو اليسار.
كل حديثنا السابق كان عن طلب الفرد، الآن حنتحدث عن طلب السوق. والحديث عنه ببساطة، طلب السوق هو مجموع طلب الأفراد الموجودين في سوق معين. بمعنى إذا شفنا طلب عندنا في سوق مثلا 5 مستهلكين، نشوف أي واحد فيهم بيطلب كم، نجمع طلبات المستهلكين الخمسة بنتحصل على الطلب السوقي، وممكن نتحصل على من جدول أو منحنى. الآن عندنا مثلا سوق بيتكون من فردين، الفرد الأول ده المنحنى، منحنى الطلب للفرد الأول ومنحنى الطلب للفرد الثاني. إذا جمعناهم مع بعض بمعنى أنه عند السعر 5 الفرد الأول بيطلب 2 والفرد الثاني بيطلب 4، يبقى السوق كله بيطلب كم؟ 6، 2 زائد 4. عند السعر 4 بيطلبوا 3 و6، معناه السوق بيطلب 9 مجموعي. عند السعر 3 الفرد الأول بيطلب 4 والفرد الثاني بيطلب 12، يبقى السوق كله الفرد الثاني بيطلب 8، يبقى السوق بالكامل بيطلب كم؟ 12. يبقى المنحنى اللي هو الأول من ناحية اليمين ده منحنى الطلب السوق، وتحصلنا عليه بجمع منحنيات طلب الأفراد في سوق سلعة معينة. يبقى هنتوقف هنا، دي النظرية العامة للطلب. هنواصل إن شاء الله في المحاضرة الجاية عن النظرية العامة للعرض، وزي ما قلنا إنه العرض والطلب بيمثلوا قوى السوق، هم بيمثلوا يعني أهم أدوات التحليل الاقتصادي. وشكرا جزيلا.